السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتي وقت نصلي فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تشوفوا فيديونا اليوم باش نبداه من الصباح. هذايا شاي تنحيف، انا كنت استعملته قبل الحقيقه وافيكاس على الاخر، وبحكم اني زدت في الميزان، يعني بيريود بعد بيريود حباله وبيريود بعد الولاده زدت في الميزان، فاني حبيت نعاود نشرب منه والحمد لله قاعد يعطي في النتيجه بتاعه. هذاك شربته وباش نبقى نص ساعه، يعني كيفاش نقول، بعد ما شربته نبقى نص ساعه نرتاح ومن بعد باش نفطر فطور الصباح. لهنا في الاثناء بعد ما شربت التاي هذاك باش نحضر كريب، كنت شاركت معاكم الطريقه قبل، ان شاء الله تو نخليها لكم في صندوق الوصف بالتفصيل الروسيت بالتفصيل نتاع الكريب. بالنسبة للعجينة متاع الكريب حطيت كعبتين عظم، معاهم كاس ماء وكاس حليب، مغرفة كبيرة سكر ومغرفة صغيرة ملح، وكاسين غير ربع فارينة. خلطتهم بالقدا، يعني خلطتهم بالركاز اليدوي مش الالكتريك، وخليتهم مرتاحوا ربع ساعة. وبعد ادهنت المقلة كيف ما شفتوا، ادهنت المقلة متاعي وبديت نصب في السائل هذاك متاع الكريب كيف ما شفتوا. كيف ما قلت لكم ان شاء الله باش نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. بما انهم كيف ما تعرفوا في الصيف الرجال يبدو يتشهوا، الواحد ما عندوش حتى حل اخر، مادامهم مدلينا في الدار على الاقل احنا زاد ندللوهم، ما فيها باس نعملوا لهم الحاجه اللي يحبوا عليها. كيف ما شفتوا لهنا، ندهن شويه المقله نتاع الكريب، ندهنها شويه بالزيت ونصب الكمية اللي حاشي بها، يعني على حسب الكبر متاع المقلة بالطبيعة. جربوها الطريقة ياسر ناجحة، ان شاء الله باش نخليكم الوصف في صندوق الوصف كما قلت لكم. جربوها الطريقة ناجحة على الاخر، وبالنسبة للكمية انا الحقيقة كي نخلطها تعطيني 10 كعبات، يعني الكمية اللي نخلطها كعبتين عظم كاس حليب وكاس ماء وزوز كيسان غير ربع فارينة يعطوني 10 كعبات. كيف ما شفتوا ساهل، ديجا وقت لي هي ديجا المقله ما تلصقش راهي، اما كوميم واحد يدهن شويه بالزيت تحسبا بالكش الكعبه تبقى لاصقه ولا حاجه، يعاون شويه بالزيت. كيف ما شفتوا نحاها ونعاود نصب الخليط نتاع الكريب ونكمل بنفس الطريقه. هذو مكعبات الكريب نتاعي كيف ما شفتوا، وهذايا الكريب بعد ما كملت كيف ما شفتوا. نجموا حتى تحمروه اكثر من هكا بالطبيعه، هذاك اختيار يرجع لكم ليكم انتوما. ولهنا بالطبيعة بعد ما فطرنا باش نلم الماعون باش نغسلو بالطبيعة، كيف ما تعرفوا واحد كي ما يلمش الماعون بعد فطور الصباح، بالحق انا واحدة من الناس كي نخلي الماعون نحطه فوق الرخام ونمشي نقضي قضية اخرى، نبدا نقضي ومانيش مرتاحة نفسانيا، خاطر يلزمني نلم الكوجينة هي الاولى، خاطر تعرفوها اكثر بلاصة فيها خدمة هي الكوجينة، يلزمها الكوجينة. انا بالحق استيس نعطيها لكم، الكوجينة يلزمكم تلموها هي الاولى باش من بعد تقابلكم القضية اللي ناقصة واللي باش تعملوها. يوسفية بديتوا من بلاصة أخرى والكوجينة قاعدة كيف ما هي، تحس روحك كأنك ما عملت حتى شيء، لازمك تبدا بالكوجينة هي الأولى.
ولينا كيف ما تشوفوا بعد ما كملت غسلت المعون وكل شيء كيف ما قلت لكم ديما الكوجينه ديما نكنسها دقيقه. خاطر بصراحه اكثر حاجه بالحق اكثر حاجه يلزمني اكثر بلاصه يلزمني ننظفها في الدار هي الكوجينه. ياسر تفش بتاع الخبز يطيح ديما ننظفها ساعات والله العظيم صدقوني ساعات حتى بعد كل وجبه يلزمني نعمل هكا. وباش نوريكم في فيديو اخر ان شاء الله بقدرة ربي باش نوريكم كيما الآلة صغيرة بلاستيك هي يسموها في تركيا يسموها قرقر. قرقر شو يقصدوا بها؟ هي كل الحكاكة متاع الزرابي تاخذها هذيك تلم بها تفش متاع الخبز وتلم بها كل شيء يعني تقعد اللوطة في القاعة وتبدأ تحك بها في البلاصة هذيك في الكوجينة اي بلاصة في الكوجينة تبدأ تحك بها. انا الحقيقة ما نحب ذيش خاطر ظهري يوجع فيا الحقيقة هي التطبيسة هذه متاع الاسبيراتور ويبدأ ظهري يوجع فيا. نولي نخير اني هكا بالاسبيراتور فيسح فيسح نقنص الكوجينة ممبا درج درجين من زمان ونمشي على روحي يعني تبدأ كوجينتي نظيفة وموري واضحة خير من نقعد نحك فيها بالحكاكة هذيك وبش نلم ونمشي للبلايس الكل وساعات تهز ساعات ما تهزش حصيلو. تو مرة في فيديو ان شاء الله قدرت ربي نوريها لكم الآلة هذية وإلى يعني كل بلاستيك هي وفيها كل بروس من اللوطة يسموها قرقر تو نوريها لكم ان شاء الله. ولنا بعد ما كملت باش نرجع الكراسي لبلاصتهم بالطبيعة وان شاء الله باش نوريكم طريقة الاتراك في المشاكشك. شكون ما يحبش المشاكشك في تونس خاصة؟ انا واحدة من الناس نحبه بصراحة وسيرتو يبدا من الثانية يبدا فرشك الفلفل من الثانية صراحة اكثر حاجة نحبها في الصيف وماذا بيا كل يوم ناكله. يعني طريقتهم تنجم تكون مختلفة علينا شوية يعني فطور اليوم باش يكون فطور صيفي وخفيف على الاخر وفي ساعة في دقائق معدودة يحضر. كيف ما شفتوا هنا باش ناخذ هكا طنجرة صغيرة نصب شوية زيت نباتي كيف ما شفتوا نحل عليها الغاز طنجرة هذية شوية بركة زيت باش المشكش ما يجيناش مزيت. لهنا عندي ثلاثة سنات ثوم كيف ما شفتوا قصيتهم هكا ترونشات وعندي لهنا كمية متاع فلفل قصيته حجم متوسط نجموا حتى تقصوه انتم الحجم متاعه جويد. نحرك الفلفل متاعي هذية هكا وبش نغطيه ونخليه الفلفل هذاك يتقلى في الزيت والثوم. هذه اللي هنا في تركيا يسموها بيبير اولدورماسي يعني المشكشك يقصدوا بها يعني يقلوا الفلفل هذاك في الزيت يعني يقتلوا الفلفل في الزيت ومن بعد في الاخر بالكل باش يزيدوا له طماطم. كيف ما شفتوا نحرك الفلفل هذايا ديجا تلاحظوا فيه الفلفل بدا كل يتقلى هذاك يترشق تبدا فيها كل الترشيقه البيضه متاع الفلفل كيف ما شفتوا. نكمل نقليه هذايا مع الثوم نحركه ونعود نخليه ديجا الزيت ما عادش فيه برشا خاطر ما حطيتش برشا يلزم ما يكونش مزيت باش يطيب في البخار هذاك اللي يهبط من الغطاء. نحركه بالكدا هكا وباش نعاود نغطيه ونخليه يطيب على روحه ونخليه يتقلى في عقل. بالنسبه للغاز يلزمكم تخلوه على نار هاديه والا نار متوسطه وديما تعملوا له كنترول باش الفلفل نتاعنا ما يتحرقش. ديجا تلاحظوا الفلفل بدا يتقلى كيف ما تشوفوا ديجا ظاهر يعني الفلفل لازم يتقلى بالكدا. باش تقولوا لي علاش تحرك برشا؟ خاطر الفلفل في ساعة يتحرق الفلفل جويد في ساعة القشره نتاعو تتحرك يلزمني نحركه هكاكا باش الفلفل كله يطيب بنفس اللون يعني يطيب كله مع بعضه مش بارتي نخليها هكا من غير ما نحركه بارتي تطيب والاخرى تبقى نيه. هاني نحرك فيه بشوي بشوي هكاكا كيف ما شفتوا نغطيه ونخليه يكمل يتقلى هذاك في عقله. كيف ما تشوفوا الفلفل نتاعنا تقلى تذبل يعني اللون نتاعو ديجا تشوفوا فيه بدا يتحمر اللي هنا يخلو فما حتى شكون يخليه يتحمر اكثر من هكا. لنا في المرحله هذه عندي كعبتين طماطم كبار كيف ما شفتوا قشرتهم وقصيتهم باش نزيدهم فوق الفلفل هذاك كيف ما شفتوا. نحركهم نخلط الطماطم مع الفلفل هذاك
بالنسبه للفحات راني مانيش لا باش نفوح لا باش نعمل حتى شيء. راهي هذيه كيفاش يطيبوها لهنا المشكش هذيك كيفاش يطيبوه. جوست حطيت له سنه ثوم من الاول مع الفلفل وباش نحط له شويه ملح اكهو من غير ما نحط له لفحات لحد شيء. ما شفتوا باش نملح توا، حط كميه من الملح يعني حسب الرغبه بالطبيعه. نحرك نخلط الملح هذاك مع الطماطم والفلفل. نخلي توا هذوما نغطيها ونخلي الفلفل هذاك يطيب في الماء نتاع الطماطم، نخليهم يطيبوا مع بعضهم بالقدا. كيف ما شفتوا الطماطم ديجا طابت بدات تسيب في الماء نتاعها. ما تشوفوا الطماطم قرت الماء نتاعها يعني خرجت الماء نتاعها الكل يعني طابت. بالطبيعه الفلفل طاب من قبل ما نحطوا له الطماطم. وديجا شفتوا جست فوحت بالملح اكهو. كيف ما شفتوا هذه هي اخر مرحله. ديجا الطماطم ذبلت كيف ما شفتوا. نحرك توا تحريكه الاخرانيه وباش نطفي عليها هذيا خاطر الفلفل والطماطم طابوا يعني المشكشك نتاعنا طاب كيف ما شفتوا. توا باش نطفي عليهم. وهذه هي الطاوله نتاعنا كيف ما شفتوا، فطور صيفي. هذا المشكشك قصيت معاه شويه دلاع كيف ما شفتوا. هذا هو الفطور نتاعنا. ان شاء الله الفيديو كان خفيف عليكم، ان شاء الله حصلت منه الفايده. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي روسات جديدة وفي أمان الله.